بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأعزاء أولياءنا الأكارم، إن شاء الله تكونوا كاملة بخير. سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد المتجدد من حصة علامة كتابنا مع الأستاذ مخلوف منير. أولا رمضانك مبارك أستاذ. بارك الله فيك أخي وسيم، شكرا على هذا الاستضافة، ونحيي من هذا المنبر نحيي أيضا تلاميذنا الأعزاء يتابعوا فينا على المنصة، كذلك الأولياء والأساتذة أيضا، نقولهم رمضان مبارك إن شاء الله ونصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. في هذا الشهر الفضيل أستاذنا الكريم، في هذه الفترة خاصة نعرف أنه أبنائنا خلصوا اختبارات الفصل الثاني، يعني انقضاء الآن على ما أظن شهرين، أكثر من ثلثي موسم دراسي، ثلثي موسم دراسي لم أقل أكبر. نعرف أن الفصل الثالث يعني ما فيهش مدة زمنية كبيرة. أستاذنا الكريم بحكم خبراتكم وعملكم في الميدان سواء في المؤسسات وحتى يعني خارج المؤسسات، أبنائنا يحتاجوا المرافقة، يحتاجوا النصيحة خاصة في هذه الفترة النهائية. ربما نتكلم هنا بوجه الخصوص تلاميذ البكالوريا وأيضا تلاميذ الرابعة متوسط مقبلين على الشهادة. خلينا نعرف أجواءهم النفسية إن صح التعبير مع تلاميذكم، بعد نروح لبعض الحالات اللي راهي تصادفنا. والله هما يعني تلاميذ ينقسموا الى مستويات، كاين هنا المتوسط والجيد، يعني هذو يحتاجوا الى دعم، يحتاجوا الى مرافقه نفسيه. لازم نحافظوا لهم دائما الاستقرار النفسي، لان اللي دار مجهود من بدايه السنه حتى اليوم ان شاء الله راه في الطريق الصواب، يعني في لو بون فوا. فقط يحتاجوا مننا نعززوا هذاك الثقه في النفس، مهم جدا اننا نحفظوهم على انهم يديروا ثقه في انفسهم، انهم ينظموا وقتهم باش تكون ختامها مسك ان شاء الله. ان شاء الله. وظن هذا فيه شطر كبير للاولياء. اكيد فيه شطر كبير كبير للاولياء، لان نعرفوا انه باقتراب الامتحانات نعرفوا انه دائما الاضواء مسلطه عليهم، راح الولي وخاصه الام تحاسبهم على كل كبيره وصغيره، راح يحاول هو من باب يعني الابوه انه يرافق ابنه، لكن ربما يغالي نوعا ما في الامر. ونظن انه هذا ينعكس سلبا خاصه في هذه المرحله، ما يحتاج التلميذ، ونظن انه الغالبيه تلقاهم يراجعوا، الغالبيه ربما تلقاهم في هذا الوقت تلقاهم يحطوا رسالهم. والطبيعه تاع البشر، تلميذ عنده امتحان مصيري سواء سنه رابعه متوسط ولا بكالوريا، اكيد في قرارات نفسيه راهو ماذا به ينجح وراه يبذل مجهود. بقى فقط حنا كيفاش نوصلوا، كيفاش نعاونوا التلميذ هذا. التلميذ ماهوش فرس تاع رهان، ما نحملوهش فوق طاقته، اكيد داخليا حاب يجتهد، حاب ينجح، حاب يفرح والديه كما نقولوا، هذه التمسناها عند جميع الطلبه تاعنا. فقط مساكن يحتاجوا الى مرافقه، انني نعاونوا في تنظيم الوقت تاعه، وانني نعطي له الثقه في النفس، نعطي له هامش من الحريه ايضا. بقات في تنظيم الوقت هذه لهنا الاولياء يقدروا يلعبوا دور كبير. انه يعاونوا الابناء تاعهم كيفاش ينظم وقته، كيفاش يدير برنامج اللي يكون يوافق النفسيه تاع التلميذ تاعو. لما نقول برنامج ما راهوش كاين برنامج سحري يخرج الناس كل واحد طافئ، كل واحد تركيبه النفسيه تاعو. كما قلت اسمح لي اذا كان كما قلت انه هنا ربما نواجهوا يعني عده انواع ولا عده اصناف ولا عده حالات من تلاميذنا ولا من ابنائنا. فيهم اللي ربما راهو مسير البرنامج الدراسي تاعو، وفي حتى لا تلقاه متقدم يعني وماشي في البرنامج من ناحيه المراجعه، وفيه اللي ربما عنده تاخر والله هو في باله راهو متاخر، والله مثلا بحكم علاماته في الامتحانات تلقاه يقول لك انا ما كنتش محضر بشكل جيد، وراهم تخلفوا لي بعض الدروس ما كنتش مستوعبهم بشكل جيد، خاصه في هذا الباب استاذ. نعم هو نقول زي التلاميذ مازال الحال، يعني اللي كان يتابع في الدروس تاعو يحضر بشكل دوري في القسم، يتبع عنده درايه باش راهو يدرس في جميع المواد، خصوص ماده العلوم الطبيعيه. نعم احنا ماذا بينا ثاني نوجه الخصوص ثاني ايضا لهذا الماده بحكم الوقت مازال فقط التلميذ الان من المتوسط والمجتهد يحط، حتى اللي يحس في روحه متاخر. ونزيد نوجه نصيحه، نتائج الامتحان ما تخليكش تهتز. اكيد هو امتحان، بالعكس نتعلموا منه، اذا كان هناك تراجع لازم نعالج النقائص، لكن دون انه دون تهتز الثقه في دون النفس. تهتز الثقه خاصه هذا النقطه. نعرف انا مثلا نموذج تاع تلميذه من الممتازات، يعني وتواصلت معنا من هذا الباب ايضا، انه وحتى انه كاين فوارق في العلامات، يعني مثلا اذا كانت تسمح لي عندها في الفصل الاول كانت حتى في الفرض جابت 20 في الفرض الفصل الثاني، بعده في الاختبار جابت تحت المعدل،
يعني صرا واحد الزعزعة بالنسبة لها من ناحية نفسيتها. أنا ماذا بي من هذا الباب أيضا أنه إحنا نوجه لها ثاني كلمات الدعم، أنه هذا ما هوش هذا هو المعيار اللي ربما يحكم عليها من ناحية مستواها، وفي نفس الوقت ما زال عندها الوقت خلي الاختبار محطة تقييمية وتقويمية لها في حد ذاتها. هو مثل هذه الحالات مدام لحقت 26 ما جاش من فراغ، ممتاز ما جاش من فراغ، يعني مدام راهي عندها كل امكانيات باش تحقق العلامه الكامله، بقى هذا الاختلال هذا والله هذا الكبوه هذه لكل جواد كبوه كما نعرفها. فقط انا بحكم الخبره اللي عندي في هذه المرحله الاولاد يبداو اولا في المقارنه بين في المقارنات، وهذا يعني خطير جدا. ما تقارنش روحك مع اي واحد، تقارن روحك مع روحك قبل كيفاش كنت الان كيفاش راني انا. يعني نبذل فيه مجهود نحافظ على هذا البروسيس، لازم لي نحافظ نبذل المجهود هذا. نعم من السيروره. نعم. نحافظ على ما نحاولش اني نحاكي واش راهو يدير زميلي وراه يدير زميلي انا ونصحى كيما تصهر والله ربما. اذا نتجنب المقارنه مع الاقران. ثانيا ربما هذا الوحدات الجديده ماكش فاهمها بشكل جيد، ربما غرور خلاك ربما تتراجع تقول راهي امر رهين. فالانسان لازم يراجع نفسه. الحال ما راحش، نقول لك مادام حققت علامة كاملة في يومين ما تقدر تتحققها بشكل عادي جدا. شنو الانسان عندنا احنا له اقتراح تاع مراجعة خاصة مثل العلوم الطبيعية. انا نفضل بحكم انه كاين تلاميذ يعني نتعاملوا معهم طبقوا هذه الطريقة. هذه الطريقة اللي هي استاذ اللي هي اللي فترة المراجعة في المنزل مثلا عندي 4 ساعات والله 3 ساعات، هذه الفترة كاملة نخصصها لمادة معينة. ممتاز. كذا لاحظنا ان كل مادة تستدعي استثارة قدرات معرفية معينة. كاين مواد تطلب مني اني نشغل مناطق في الدماغ اللي تخدم على الاسترجاع والحفظ. كاين مواد اخرى تطلب مني اني نستثير مناطق في الدماغ اللي تاع التحليل الاستنتاج الاستنباط الى اخره. فعلميا حتى الدماغ تاني يصل الى نقطه قصوى من النشاط كما الاجهزه الكهربائيه. اشاك فوا تعاود تروديماري الجهاز يحتاج طاقه كبيره. لكن لما نمشي في ماده معينه لمده زمنيه معينه تروح لواحد المرحله تاع الاستقرار، يعني هو دائما بدايه النظام لو يكون فيها نشاط اعظمي في الدماغ يطلب مده زمنيه طويله، لكن نخصصها لماده معينه وراح نوصل ونفهم الماده تاعي بشكل جيد. كي نجي نراجع ماده نبدا اولا نرصد المفاهيم والمصطلحات والملخصات تاع المادة، ثم نروح نحل تدريبات تمارين حول المادة اللي ندرس فيها، ثم نتطرق إلى نماذج الباكالوريا. يعني دائما نختم بنماذج الباكالوريا. نماذج الباكالوريا حتى نماذج شهادة تعليم متوسط، أكيد. أنه مش معقول أنه تلميذ رايح يعدي امتحان شهادة تعليم متوسط ولا امتحان الباكالوريا وما يكونش حل الشهادات السابقة سواء في البيام ولا حتى في الباكالوريا، لأنه أكيد فيها أفكار، أكيد فيها حتى هي راح تعطيها أستاذ واحد الملكة كيفاش يتعامل مع مع السوجي. يعني ما يبقاش أنه هذا الموضوع بالنسبة لي حاجة غريبة، بالعكس راهو اعتاد أنه حل 15 أو 10 شهادات سابقة وكان يتعاطى معها على أساس أنها شهادات يعني يعطيها وقتها يعطيها يعني كل إطارها. نظن أنه راح تكسبوا الملكة هذيك وحتى الاعتياد وحتى موش راح يضطرب لما يكون عنده نص شهادة تعليم البكالوريا. أكيد حل نماذج تاع البكالوريا تعطيه ثقة في النفس. وهذه أعزائي التلاميذ مهمة جدا، الحضور الذهني يوم الامتحان، ثقة في النفس، نقطع كل أسباب الاضطراب من مقارنة من تفكير في المستقبل، نفكرش في النتيجة. أنا عندي عمل نقوم به، لا نفكر ننجح ولا ما ننجحش، يعني ندير في الأسباب والله الموفق. فقط لازم تكون عندي ثقة في النفس. إذا كان بديت نخمم أنا ننجح ما ننجحش نبدا نبني في المجهول على أوهام حتى نعكس سلبا على الاستقرار النفسي تاعي، ونكررها المره الالف وما نعياش منها، لاني لاحظتها عند تلاميذ كثير. هذاك الاضطراب هذاك راه يوضر لنا كل المجهود اللي بذلناه خلال السنه راح يروح في ساعه، لا ما نعرفش كيفاش نوصل انني نكون حاضر ذهنيا مع الماده تاعي يوم الامتحان. هي خلينا نكونوا واقعيين، دونك هذا الاضطراب موجود استاذ، يعني وربما يصيب يعني كل من تضع
موضوع امتحان أمام، ولو الآن نجيب موضوع شهادة تعليم متوسط في مادة الفيزياء، إلا وأنه في البداية كما قلنا بداية أي نظام إلا ويكون فيه اضطراب، لكن بعده يحاول التلميذ ولا يحاول الطالب أنه يخفض هذا الأسباب تاع هذا الاضطراب، أنه يذكر ربي، أنه يتعاطى معه على أساس أنه تمرين كما بقية التمارين ولا موضوع كما بقية. وأنا متأكد أستاذ يعني وأنت عندك خبرة في الميدان أنهم طلبتنا وتلاميذنا حلوا مواضيع وحلوا تمارين أصعب من الأفكار اللي موجودة في شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا. يكفي فقط أنه يثق بنفسه وأنه يتخذ الأسباب. من ضمن الأسباب أستاذ ثاني أنت تكلمتنا على الجانب النفسي وأنهم يراعيوا، وأيضا الجانب البدني نعرف أنه باقتراب هذه المرحلة الكثير من التلاميذ يضطرب ويحاول أنه يسرع ويتسارع به يحصل أكبر عدد من ولا من المراجعة ولا أكبر مواضيع، راح يدير ربما بعض الهفوات. أنا مثلا نشوفها أنه يروحوا تلاميذنا وين يديروا ليالي بيضاء، دينوي بلونش تدي الحماسة تاع موضوع ما ولا مثلا في درس ما ويكون هو يكون أونفورم، بعدها يبدأ يقرأ يوصل حتى الساعتين ثلاثة تاع الصباح، وغدوة من ذاك والله حتى في أيام كان تبعات هذا العملية. هو علميا يقول لك العمل يتمدد ليشغل كل الفترة المخصصة له. ممتاز. إذا لازم يكون إنسان حريص أنه لما يدير برنامج تاع مراجعة عندي ثلاث ساعات حتى وإن أنا كين ندير في قرارات نفسي إن العمل راح أخلصه في ثلاث ساعات نخلصه في ثلاث ساعات. ممتاز. لكن بديت نتمادى ونتماطل في الأداء راح تستغرق وقت أطول. وقت أطول، وخاصة الآن مع هذا يبدأ التوقيت في اليوم عنده ساعة بيولوجية، أنا لكم لازم يكون ضابط التوقيت تاعي. لأن التوقيت تاع الليل هو رايح يتقلص والتوقيت تاع اليوم رايح يزيد، أنا لازم نبقى ماشي مع البرنامج تاعي. يعني إذا كان احنا في فصل الشتاء كنا ستة ندخلوا للدار، يمكن أنه التلميذ معتاد أنه مثلا ينام مثلا في فترات نقول مثلا 11 تاع الليل ينام. نظن أنه مهما يختلف طول الليل أو النهار عنده 11 تعليل يعني يحبس على 11 تعليل. هذا ما أنا ما ننصح به يعني تلاميذ خاصة لأن الراحة على الجسم تاعنا هذه من أسباب توفير الاستقرار النفسي. لأن إذا كان أنا تعبت جسديا بعد روحي مرهق والدماغ تاعي مرتبط بالجسد، أنا كي نكون مرهق مش حنفهم، ربما تغير لي بعض الجزئيات أصلا. إذا كنت كم مادة العلوم ولا الرياضيات ولا الفيزياء بعض الجزئيات لازم تحتاج تركيز وباش الدماغ تاعي نقدر نركز تكون في أريحية. فالراحة البدنية أيضا مهمة جدا. نروح للفترة هذه تاع العطلة أستاذ، وبما أن أيضا في فترة صيام، هل يا ترى أبناءنا يديروا نصف عطلة راحة ونصف عطلة مراجعة مكثفة، ولا تعطيهم كنصيحة لأنه هذه الفترة اللي مقابلتهم أستاذ؟ يعني اولا هذا النور هذا اللي ينزلوا الله سبحانه وتعالى في رمضان لازم نستغلوه. ممتاز. نستغلوه في الجانب النفسي، خلي المعنويات تاعي دائما مرتفعه. لانك تكون معنويات مرتفعه الدماغ تاعنا يشتغل على اقصى طاقه يعني. ممتاز. بقات البرنامج لازم الانضباط خاصه في البكالوريا، احنا عندي برنامج نمشي عليه، لان يقول لك افضل اعمال ادومها هو انقل. انا كي ندير برنامج كاين بعض التلاميذ يقول لك يتصورون حبس، لا موش سجن البرنامج. البرنامج وين كي نقولوا مثلا عندي فتره ربع ساعات مراجعه، ماشي نجيبها ربع ساعات بدون توقف بدون انقطاع، تكون هناك فترات تاع انقطاع تاع ربع ساعه 10 دقائق نقعد ندير اي هوايه انا نحبها والله نقدر نمارسها في ذيك الفتره الصغيره هذيك، نسترجع فيها انفاسي ونعاود نكمل المراجعة تاعي. إذن ممتاز. إذن حتى أنا ثاني من هذا الباب يعني ما ننصحش أنه أبنائنا ربما يتراخوا تاع أسبوع كامل دون أي مراجعة من بحجة أنها عطلة وأنه رمضان، مع العلم أنه بالعكس الصيام راح يولي هو حافز وراح يمد لنا معنويات أكثر باش أبنائنا يراجعوا. في نفس الوقت ثاني لازم يوزنوا، مش يروحوا يفطر حاجة ثقيلة أستاذ وبعدها ينسى ينعس، لازم يخفف ثاني باش يقدر يراجع حتى في الفترة
في الفتره المسائيه اللي راح تكون بعد الفطور. نعم هذا استاذ خاصه من هذا الباب ماده العلوم الطبيعيه. اكيد لازم الانسان الجانب الغذاء تاعنا لازم تكون لا ضرر ولا ضرار كما نقولوا. اكيد الانسان لازم يكون متوازن في كل شيء. هذا راهو امتحان مصيري باش نخوفوا ابنائنا والله، ولكن نحاولوا نتقصى كل الاسباب اللي تخلي النتائج تاعنا تكون جيده. اكيد في الجانب الغذائي انا ما ننصحش انه يتناول وجبات ثقيله وين بعد الافطار مباشره ينعس. اكيد لازم يوازن في من ناحيه الغذاء تاعه. وانت استاذ كاين عندك نصيحه اخيره للتلاميذ للطلبه وللاولياء الثانيه؟ هو اولا ثقه في النفس، لان يعني التلميذ اللي درس دوكا من اكتوبر الى غايه شهر مارس فجابها اجتهاد وجابها متابعه ما يضيعهاش، انه يبدا يهتز نفسيا ولا تروح له ثقه في النفس ولا يبدا يقارن روحه مع اقران تاعو. ذلك الثقه في النفس، انضباط الحضور الذهني، الاستقرار، راهو هذا هو العامل المهم جدا. فنوصي الاولياء من هذا الجانب انهم يرافقوا ابنائهم باش يحافظوا على الاستقرار النفسي، يعطيهم ثقه في النفس، يعطيهم يشجعوهم ويوفروا لهم الجو المناسب سواء من الناحيه الماديه وحتى من الناحيه المعنويه. اكيد ويخلي واحد المسافه تاع حريه للتلاميذ، لان في فتره المراهقه اذا لزقت فيه او يحاول لازم تكون عنده مساحه، خلي له مساحه وين يجتهد وحده. وراك تراقب من بعيد، وراك تراقب من بعيد كاش ما يحتاج كاش ما ندخلوا حنايا. الا كيعود التلميذ راهو يبدا في مجهود، ندعو الله سبحانه وتعالى انه يوفقه. ظاهرة لازم نتكلموا عليها، معليش إذا كان خليتها في الأخير، عزوف الطلبة على الالتحاق بالمؤسسات الدراسية تاعها، مع العلم أنه الآن راه يتأثر أستاذ خاصة في الاختيارات في الجامعة. هذه يعني والله نقطة محرجة جدا نتكلموا عليها، وين ولات دوكا حتى الولي يدير كونجي الابن تاعو يقول له تريح، يعني عندها عده اسباب وفي بعض الاحيان مبررات، يعني باش نكونوا واضحين مجموعه من العوامل اجتمعت خلت وين التلاميذ يعني يعزفون عن مقاعد دراسه. لكن تبقى دائما حاجه سلبيه، ما لازمش ابنائنا ينساقوا نحو هذا الموجه، مع العلم انه كاين اجراءات اللي راهي تتخذ ربما تبعاتها تظهر لاحقا، خاصه في الاختيارات تاثر. قلناها النتائج الدراسيه خلال السنه والنتائج الفصليه راهي مهمه جدا، راهي مهمه. شفنا العام اللي فات التصحيح الرابع، هذا نعم التصحيح الرابع ولاو راه عاون الاختيار، التصحيح الرابع انه يدخل فيه حتى ولاو راه عاون النتائج الفصليه تاع التلميذ، لان كي نقولوا في التصحيح البكالوريوس هذا عامل تاع بشر، يمكن تكون بعض الهفوات بعض الاخطاء وارده جدا. عامل تاع بشر ماذا بين التلميذ تاعنا ما يكونش ضحيه تاع هذه الاخطاء. فانا تما تكون انت فاتح عليك ربي وتحقق نتائج جيده، علاش نعزف انا على المؤسسة؟ وبالعكس انا نشوف فيها في المؤسسه راح تكون له ضابط وين ما تخليهش يتيه طول اليوم، انه عنده برنامج دراسي راه يتاخذ فيه، انه يلتحق بالمؤسسه، انه يدرس بشكل طبيعي بشكل عادي. لذلك بالعكس انا نشوف فيها راح تنقص عليه الضغط، احسن من انه التلميذ لو ينوض وحده الصباح ويقابله يوم باكمله وهو يحاول يسير ولا يسير البرنامج الدراسي تاعه. نظن انه هنا اللي يوقع الاضطراب اكثر. انا شفت في التلاميذ اللي منضبطين هو يسير الاستاذ تاعو في الدروس، يحضر مع الاستاذ تاعو يركز يحاول يفهم الوحدات، بعد تبقى له مراجعه حاجه خفيفه. واش كيما التلميذ اللي ماهوش يجي اصلا ماهوش يحضر المؤسسه وما يحضرش الدرس، من بعد راح يكون عنده عبء اضافي. كيفاش هو يقول لك انا تعاود تفهم وحدك، راح تبذل مجهود اضافي، الوقت هذاك اللي تضيعه في الفيديوهات في الاطلاع باش تفهم الدرس برك احسن تحضر في القسم مباشره مع استاذك في القسم، وتكون عندك الحمد لله كل الاريحيه باش تتحاور مع الاستاذ، باش تناقش الاستاذ، باش تسال الاستاذ. هو المؤسسه التربويه اصلا راهي مبنيه نتاج العقل البشري، بعد هذا الزخم كله اعطانا مؤسسه تربويه، معناها كيفاش نخليوها ما نستفادوش منها ونروحوا نستفادوا في مكان اخر، يعني مش الامر مش منطقي. ممتاز استاذنا الكريم، بارك الله فيك على هذا المداخله الطيبه. على امل اللقاء بكم في مقاطع اخرى ان شاء الله من اعداد اخرى فيما يخص علامتك تهمنا ان شاء الله. ترقبونا ايضا ببرامج تاريخ في رمضان باذن الله. كان معكم الاستاذ وسيم حلاسه والاستاذ مخلوف منير من الصدر. شكرا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا.